على القناة. كما وعدتكم اليوم إن شاء الله غادي نتطرق للمستوى ديال الأول ابتدائي أو سي بي فرنسية. أول حاجة مبروك عواشركم، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بذكر شهر رمضان إن شاء الله غادي يكون المحتوى ديال القناة في رمضان مغاير على هذا الشيء اللي كيروج على اليوتيوب، بما أن القناة يعني تعليمية وكتهم كت كت يعني كت كتهتم بجميع المواضيع يعني اللي كتهم الأسرة. ألو غادي يكون واحد المواضيع اللي غتكون إن شاء الله فيها فائدة كثيرة على الكبير وعلى الصغير في الأسرة المغربية ديالتنا. وحنا ملي كنتحدثوا على الأول ابتدائي أو سي بي بالنسبة للتعليم الخصوصي، كنتحدث على اللغة الفرنسية لأن يعني مختصة فيها وكنت كندرسها طيلة سنوات التعليم الابتدائي، وممكن أنكم هذه المسائل اللي غنتحدث عليها بالنسبة للغة الفرنسية طبقوها على جميع المواد اللي كاينة في الأول ابتدائي، كانت عربية، كانت رياضية، كانت نشاط علمي، تربية إسلامية، كيف ما كانت المادة. ألو هنايا ملي كنتكلم على الأول ابتدائي فرنسية أو سي بي، كنتحدث على واحد القدرات اللي خص الوليد تكون عنده في هذا السي بي. هو راه يعني كان مر بسنوات الروض، خدا فيها بزاف ديال المسائل في الروض كما تحدثنا في الفيديوهات اللي طرقت فيها على الروض. بالنسبه للناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه، رجعوا يعني دخلوا للقناه ديالي، اشتركوا، شوفوا الفيديوهات اللي درت على الروض، راه فيها مسائل مهمه جدا 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 للطفل، باش الام ولا الاب تكون عنده درايه على داك الشيء اللي كيوقع في الروض بالنسبه للطفل ديالو، باش يشوف واش استفد ولا ما استفد شيء. الو حنا الوليد ديالنا يعني مر بسنوات الروض، دابا انتقل لمرحلة جديدة اللي هو الأول ابتدائي، يعني هنا غتبدا التعلمات، يعني غيبدا يتعلم بزاف د المسائل اللي غتنفعو في المسار الدراسي ديالته طيلة يعني سنين الدراسة ديالو. ألو هنايا ملي كنتكلم على الأول ابتدائي، المسائل اللي خص الولد يكون عنده فيها قدرات هي القدرة على القراءة. وحنا ملي تنقولوا القدره على القراءه، راه ماشي يعني ديك القراءه البارفيت يعني اللي خصها تكون عند الولد اللي عنده السادس ابتدائي، حنا راه حنا غنبداو درجه بدرجه. يعني في الاول ابتدائي كاين شي مسائل اللي كيستافد منها الوليد، وشي مسائل اللي خصو يتعلمها في لا ليكتور باش ما يكونوش عنده مشاكل من بعد. تحدثنا على القدره على القراءه، قراءه ماذا هو اللي غتكتشفوه ان شاء الله في المراحل اللي جايه. القدرة على القراءة، القدرة على الكتابة، القدرة على الفهم. الو هادو دي كاباسيتي، قدرات. ملي كنقول لك دي كاباسيتي راه واحد المجموعة ديال لي كومبيتونس. إلي كومبيتون، إلي كابابل دو ليغ. الو هنا ملي كنهضروا على لي كومبيتونس راه كنهضروا على واحد لا كاباسيتي. الو ملي تنقول لك الولد في الابتدائي إلي كابابل دو ليغ دي لتر، capable de lire des syllabes, capable de lire des mots, capable de lire une phrase. هنا هادو هما لي كاباسيتي اللي خصهم يكونوا في لا ليكتور. نمروا ليكريتور، il est capable d'écrire. يعني ديكريغ ملي كنهضروا على ليكريتور راه ماشي ديك ليكريتور بارفيت، انا كنقولها ونعاودها، ليكريتور سي ان ار، est un art. L'écriture est un art. راه واحد الفن اللي ما كيكونش عند جميع الاطفال، كيكون عند واحد الفئه خاصه كتكون عندها داك الخط الجميل اللي كنشوفوه وكنتباهاو به. الو حنا ملي تنقولوا ليكريتور كنتحدث على ليكريتور بصفتها انها تكون ليزيبل يعني مقروءه. كاين ليكريتور ليزيبل اللي كتقرا ممكن انك تقراها، وكاين ليكريتور ايليزيبل اللي ما كتقراش. الو هنا ملي تنقول لك ليكريتور ليزيبل يعني واحد الخط اللي مقروء، الحروف باينين مكتوبين مزيان فوق السطر ديالهم، محترمين ديك المقاييس، هذه هي ليكريتور اللي تنتحدث عليها وتنقول هنايا ان ليليف اي كابابل ديكريغ. منين تنمروا لا كومبريونسيون، انا كنت دويت على لا كومبريونسيون في لي فيديو اللي سبقوا. الناس اللي
عاد شافوا القناه رجعوا لي فيديو القدامين، راه فيهم واحد الافاده كثيره وكبيره بالنسبه لكم ولوليداتكم. راه هاد المسائل هذه راه ما خصناش نتهاونوا بها، راه خصنا نفهموها الا بغينا وليداتنا يكونوا متميزين وما تكونش عندهم تعثرات ومشاكل. الوغ انا ملي تنهضر على لا كومبريونسيون، راه شاك اليف دو كومبروندر سو كي لي، ملي نتا يقرا شي حاجه راه خصو يكون كيفهمها. الوغ انا ما تنقولش للدري يقرا واحد الحاجه اللي ما فاهمهاش، راه هنايا كتوقع لي واحد المشكله، راه ما كيستافد حتى شي حاجه. ملي نتا تقولوا وليداتكم ما كيتحدثوش بالفرنسيه لانه راه كيقرا واحد الحاجه اللي ما فاهمهاش وما كيستعملهاش في التواصل باللغه الفرنسيه. الوغ هنا هضرنا على لا ليكتور، على ليكريتور، على لا كومبريونسيون. هنا ملي تدخل ليا لا ليكتور مع لا كومبريونسيون، راه هنايا الوليد ما كيكونش عنده مشكله انه يقرا، انه يفهم، انه يدير لي زيكزيرسيس اللي مطلوبه منه. راه شحال من ولد ما كيكونش فاهم ديك لا كونسين اللي في ليكزيرسيس، وهذا كيترتب عليه انه ما كيديرش ليكزيرسيس ديالو كوميل فو، يعني بواحد الطريقه صحيحه. الوغ هنا كتكون تعثرات، لان هاد المسائل هادي كامله ما ضبطاتش، ما تخدماتش بطريقه صحيحه، الدري ما استفدش منها او التلميذ ما استفدش منها. الوغ جميع هاد المسائل كيخصنا نركزوا عليها في الاول ابتدائي. الوغ ان شاء الله في المرحله الثانيه دابا ديال الفيديو غادي نمروا الحل. الوغ انا عندي ولدي ما استفدش من الاول ابتدائي، ولدي عنده تعثرات، عنده مشاكل في الاول ابتدائي، كيفاش غنقدر نساعده؟ الوغ انا غنقول لكم ان شاء الله الحل، وحاولوا ان هذا الحل وهذا الفيديو يعني تبارطاجيوه باش الناس، يعني الاكثريه ديال الناس يستافدوا منه. الوغ منين تيكونش واحد الفيديو اللي فيه واحد الفائده، حاولوا انكم تبارطاجيوه باش الجميع يستافد منه وتوصل المعلومه. هذا راه ماشي منتوج، حنا المنتوج كان يعني كان بارطاجيو بواحد الطريقه، يعني هذا واحد المحتوى تعليمي حتى هو خصو يتبارطاجا وخصو يستافدوا منه الاغلبيه ديال الناس. شكرا. اول ماده غنبداو بها هي لا ليكتور، القراءه باللغه الفرنسيه. الوغ لا ليكتور على بريوريتي، يعني في هذه المستويات كتكون عندها هي الاولويه. الوليد او التلميذ خصو يتعلم بزاف د المسائل، ولكن تتمه لداكشي اللي خداه في الروض. انا اخر فيديو كنت تحدثت على الروض، ان الوليد كيتعلم فيه لي ليتر وكيتعلم فيه لي سون. انا ملي تنقول لك لا ليتر وتنقول لو سون، راه كاين واحد الفرق بيناتهم. لا ليتر راه هي لي ليتر دو لالفابي، كنا تحدثنا على لي ليتر دو لالفابي وقلت الوليد في الروض خصو يتعرف على لالفابي كامل، على لي ليتر دو لالفابي كاملين. الوغ هنايا واحد النموذج، الى كنتو كسميتو ام اب بغى يعاون ولدو يعني في البيت، كاين الانترنت، كاين البيسي، كاين، جبدوا لوليداتكم الالفابي، شريو لهم كتيبات فيهم الالفابي وعلموهم. الا كانوا في الروض علموهم الالفابي، لا ليتر دو الالفابي كامله يتعرفوا عليها، كانت بالرسم، كانت بالتلوين، كانت بلا باتا مودلي. علموا وليداتكم باللعب، ولد صغير عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين علمو باللعب. كذلك في الاول ابتدائي نعلمو باللعب الا كانت عنده مشاكل باش يستافد. الوغ هذا لا ليتر دو الالفابي اول حاجه خص الوليد او التلميذ يكتشفها في الروض وتكون تتمه في الاول ابتدائي لان غيستافد منها. هنايا دوينا على الالفابي. الوغ من بعد الالفابي شنو كيجي؟ انا كنت قلت لكم كاين لا ليتر وكاين لو سون. الوليد كيتعرف على لا ليتر باغ اكزومبل لا ليتر ا، لا ليتر ار، لا ليتر ام. من بعد التعرف على لي ليتر دو الالفابي كيدخل في لو سون. شنو هو لو سون؟ لو سون كنتعلم في الالفابي ان كاين لي كونسون وكاين لي فوايل. هنا منين تنأسوسيي ديك لا كونسون مع ديك لا فوايل باغ اكزومبل ار ا كتعطيني غا، هذا هو لو سون. هذاك غا اللي كنسمع هو لو سون. وهنايا الام ولا الاب الا ما استفدش ولدهم في القسم ديالو مع المعلمه ديالتو كيدخلو هما ويفيدوا وليدهم باش ما تكونش عنده تعثرات. غتقولوا ليا كيفاش؟ كتدخلوا للبيسي ديالكم، كتدخلوا لجوجل، كتدخلوا اليوتيوب، فين ما دخلتوا كدير ليكتور بور سي بي،
Par exemple, la lecture, lecture pour CP ou la cours de lecture pour CP. تيخرجوا لكم جميع لي كور اللي غتفيدوا ولدكم منهم. كان عندك لامبريمونت في الدار، جبد داكشي فيد بيه ولدك. ما كانش عندك لامبريمونت، كاين يعني لي سيبر، كاين المسائل اللي كاينين برا في الشارع، كيجبدوا هاد المسائل ويساعدوكم في بزاف د الحوايج. هنا كنعطيكم واحد المثال اللي كنت انايا كنخدمو. هذا باغ اكزومبل، هذا جبتو من الانترنت، ها هي اونترينمون دو ليكتور، ها هي اونترينمون في لا ليكتور. هنايا كيعطيني دي سيلاب. الوغ هاد لي سيلاب اللي كتشوفو هنايا كاين منهم العديد، والعديد الوليد كيدرب منهم يعني كيستافد منهم. ها جميع لي سيلاب اللي طيحوا لكم على البال تلقاوهم في هاد لي سيت هادو، جبدوهم فيدو بهم وليداتكم، يقراوهم في الدار، تقريوهم وتعاودوهم في داك السبت ولا الحد، هنايا كيستافدوا مزيان. الو حنا بدينا بلا ليتر، دزنا لو سون، من بعد لو سون كنمشيو لا فراز. هنايا الوليد منين كيتعرف على لا ليتر، كيتعرف على لو سون، كيدوز لا فراز. هنايا لا فراز عندها دي زيكزيرسيس، ها هي كاين دي زيكزيرسيس في كتيبات وليداتكم، كاين دي زيكزيرسيس فين ما قلبتو تلقاو دي زيكزيرسيس بوغ لا كلاس دو سي بي او الاول ابتدائي. هنايا كاين عندي لا فراز، ها هي لا فراز اكريت اون اوردر، يعني مكتوبه بالترتيب واش عطي باش تعطيني واحد لو سونس، واحد المعنى. هنايا لا فراز اي اون ديزوردر، شنو قلت لكم ديك المره في الدرس ديال ليكسبريسيون اكريت؟ هادو هما التمارين اللي كنخدمو بهم باش الوليد كيتعرف على لا فراز، باش كيولي كوليه اون فراز في ليكسبريسيون اكريت. هنايا كندربو كتكون اون فراز كوريكت، كنديرها له اون ديزوردر، كيعاود يرتبها باش كيعرف يرتبها ويعرف المكان ديال شاك اليمون، شاك مو، باش يكون ليا واحد لو سونس، لان لو سونس هو اللي كنحتاجو في ليكسبريسيون اكريت. راه كاين شي وليدات اللي كيكتبوا لك واحد ليكسبريسيون اكريت كاين اوكان سونس، ما عندها حتى معنى، كيكتب شي جمل انت كتقراهم وما حتى تفهموا اش تيقول هو. الوغ هنا منين كندربو على انه يكتب اون فراز كي هي ان سونس، هنا ما تتبقاش عندي مشكل في ليكسبريسيون اكريت. هذا واحد ليكزيرسيس اللي خدموه مع وليداتكم على حساب لو بروغرام اللي عندهم هما في المدارس ديالهم. الوغ هادو كد